ترامب بطل قومي للمغرب، احتفالية في طنجة بذكرى 6 نوفمبر. وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالبطل القومي للمغرب من قبل مشاركين في المسيرة الخضراء خلال حفل نظم بمدينة طنجة صباح اليوم السبت 6 نوفمبر. المشاركون في الحدث التاريخي الذي شهد استعادة الأقاليم الجنوبية للمغرب قالوا إن القضية الوطنية تشهد انتصارات غير مسبوقة، كان آخرها قرار مجلس الأمن الذي أكد الخبراء أنه يتبنى بشكل كبير وجهة النظر المغربية، الشيء الذي أثار غضب الجزائر ولعبتها البوليزاريو لإحراز الرباط خطوات للأمام لحسم ملف الصحراء المغربية. المتحدثون أشادوا أيضا بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معتبرين أن اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء يشكل نقطة البداية لإنهاء الصراع، معتبرين بأن ترامب أشبه ببطل قومي وبأن المغرب لن يسوا موقفه غير المسبوق في تأكيد للصداقة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.